بدأت هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع القطاع الخاص إصدار رقم الحساب المصرفي الدولي آيبان لكل عامل وافد إلى مملكة البحرين. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة على رفع الوعي بأهمية التعاملات المصرفية الإلكترونية لضمان حقوق جميع الأطراف. مبادرة جديدة تضاف إلى مبادرات هيئة تنظيم سوق العمل فيما يخص تطوير بيئة العمل لضمان حقوق جميع الأطراف، وذلك فيما يتعلق بتسهيل سداد الأجور عبر القنوات المصرفية تتمثل بإصدار رقم الحساب المصرفي الدولي آيبان لكل عامل وافد إلى مملكة البحرين. نعمل باستمرار في استحداث وتطوير الخدمات التي من شأنها تسهيل حياة العمال وأصحاب العمل على حد سواء بالشراكة مع القطاع الخاص. وتأتي مبادرة إصدار رقم حساب البنك الدولي الآيبان في إطار الحرص على رفع الوعي بأهمية التعاملات الإلكترونية المصرفية، وأيضا توفير وسيلة سهلة وآمنة لسداد الأجور. فمن خلال إصدار الآيبان لكل عامل ستكون عملية تحويل الأجور واضحة وموثقة، وستوفر الحماية لأصحاب العمل من أي قضايا قد تكون كيدية بما يتعلق بعدم سداد الأجور، وستضمن أيضا للعامل استلام أجره المتفق عليه. المطار يعتبر النقطة الأولى لالتقاء العامل الوافد في مملكة البحرين، فنحرص على تعريف العامل بحقوقه وواجباته بما يساعد استقرار سوق العمل في البحرين والعلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل. الهيئة تحرص على توفير حزمة من التسهيلات، ومن ضمن هذه التسهيلات تحصيل البيانات البيومترية، على سبيل المثال أخذ بصمة العين وبصمة اليد والتوقيع الإلكتروني والتقاط الصورة الشخصية، ويتم إرسالها إلى الجهات المعنية ليتم البت فيها. هذه المبادرة جاءت انطلاقاً من حرص الهيئة على رفع الوعي بأهمية التعاملات المصرفية الإلكترونية وتوفير بيئة عمل آمنة تضمن حقوق العامل وصاحب العمل. مع وصول العامل الوافد إلى فرع هيئة تنظيم سوق العمل في فرع المطار، يتم استكمال الإجراءات الاعتيادية وتسليمهم استمارة تتضمن مجموعة من البيانات التعريفية للعامل وأرقام التواصل للاستفسار والمساعدة، إلى جانب رقم الآيبان وآلية تفعيل الحساب. وهذا الشيء يحفظ حق العامل ويحفظ حق صاحب العمل. تسهيلات إضافية تدعم أصحاب الأعمال بشكل مباشر، خصوصاً وأن هذه العملية تتم إلكترونياً، ما يضمن توثيق سجل عمليات الدفع ويقلل من النزاعات القضائية الخاصة بسداد الأجور ويسرع إجراءات حسم ملف التقاضي. مع إطلاق خدمة الحساب المصرفي الدولي تؤكد مملكة البحرين التزامها بحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة الوافدة وضمان علاقات عمل مستقرة ومنصفة، بما يعزز من مكانتها كوجهة عمل دولية مرموقة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.